حكومة منتخبة، حكومة منتخبة منتخبة. ليه؟ لأمدار بروتوكولات واتفاقيات عودة المحسوبية، عودة المحسوبية، عودة المحسوبية بعنوان الكفاءة. قسموني أنا ودي، قسموني بين يصنفون البتالة إلى بتالة ذكية وبتالة تعيسة، بتالة ذكية وبتالة تعيسة عبر 40%، 40% بعنوان الكفاءة. هل أنتم أكفاء يا نواب؟ هل أنتم أكفاء لكي تتركونا وانا زينا مفقرين يا نواب؟ فيكم أنواعكم يا نواب، فيكم الثورة جاية، الثورة جاية. شد الكرسي وشد الطاولة ولا ما عادش يعرف اللي كان بطال. اصبح في القصر، اصبح يعاقب يا وليدي، واللي كان في الحبس احنا حياتنا كاملة في الحبس، احنا المعطلين حياتنا كاملة في الحبس من جامعة اليوم لهذا. وما زال البوليس السياسي يخدم، وما زالت البطاقات الأمنية تخدم. احنا نطالبوا اليوم بسن قانون، بسن قانون يحرمه، بسن قانون يسمح لمن تجاوز السن القانوني بأن يقع انتدابه انتدابا مباشر، وأن يلغى شرط السن تجاوز السن القانوني. لماذا؟ لأن هذه الكفاءة 40% انت شيء فهنا تشيء بغير عودة المحسوبية. ونعم حين نقول 60% 60 بها مهنة مهمشة، بطال عنده 17 عام ما زال فيه ما يقري. أني عمري 100، حس روحي عمري 100، فمي كنت تحت ميقال. لقد هرمنا، نقول له أني أعظامي هرمت لكن مخي ما زال حي، مخي ما زال حي. وما غير ما تفرقونا، ما غير ما تفرقونا مواطنين أبدا، ما غير ما تفرقونا بعنوان المثالية والوطنية والتقدمية والرجعية إلى غير ذلك. وقت ما تقدر تقول شيء.